استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من المحافظين المرحله الثالثه من خطه ترسيم الحدود المستقبليه للمحافظات، ووجه السيسي بضروره ان يحقق ترسيم الحدود الجديده للمحافظات افضل تصور ممكن للتخطيط الاستراتيجي للدوله بما يستوعب احتياجات النمو السكاني ويتناسب مع الاحتياجات الاقتصاديه لكل محافظه. كما وجه الرئيس السيسي بضروره دراسه البدائل الممكنه لتعويض سكان المحافظات التي لم يتيسر اضافه مساحات جديده اليها وهي محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربيه والدقهليه والمنوفيه فضلا عن انشاء ثلاث محافظات جديده هي العلمين والواحات ووسط سيناء. كما وجه الرئيس السيسي بضروره مراجعه كافه الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه والعمليه تمهيدا لصدور قرار جمهوري باعتماد ترسيم الحدود الجديده للمحافظات. وشدد على التركيز على معالجه مشكله القمامه وعلى استخداماتها لانتاج الطاقه الكهربائيه موجها بضروره تشكيل لجنه بحثيه لتناول هذا الموضوع. حضر اللقاء محافظو الاسكندريه ومطروح وكفر الشيخ والدقهليه والغربيه ودمياط والبحيره والمنوفيه وعادل لبيب وزير التنميه المحليه